حنا عمال البريد داروا وقفه احتجاجيه وديزون ديكلونشي هاد لا غريف هادية لانتيري كما يقول لك لانتيري تاعهم باسكو كانت بزاف وعود تراكمت بزاف مع الوقت. دوكا بعد ما جاء البيان من عند المديريه العامه طمأنت المواطنين طمأنت بلوتو العمال تاع البريد. وبعد ما جا الكومينيتي العامه تاع البريد ارتاحوا وداروا وراهم دايرين ثقه في وراهم دايرين ثقه في الاداره تاعهم هم دايرين ثقة في الإدارة البريد والحمد لله. دوكا راهم عاودوا ولاو المناصبهم ورانا كما نقول لكم نقوموا بمجهودات فريمون مجهودات كبيرة باش بوغ راتخابي لو روطار اللي كان عندنا كما يقول لك فيزافي المواطن الكريم. والحمد لله دوكا الوضعية راهي تستقر تدريجيا والمواطن راهم كما يقول لك يجوا للمكاتب المكتب تاع البريد وراه يقضي حاجة تاعو يعني بكل والعمال راهم يخدموا بكل احترافيه وبكل بانضباط كبير. و بون مومون الحمد لله تو فوا بيان.